وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير العسكري السوري العميد عبد الهادي ساري. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. بداية، أنباء عن استئناف المفاوضات بين المعارضة والروس، ما أسباب استئناف هذه التفاوضات بعد أن انسحبت منها المعارضة يوم أمس؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم. عودة المفاوضات، يعني أنا لا أريد أن أبعد كثيرا بمخيلتي، لكنها هي الحقيقة. عودة المفاوضات الروسية إلى يعني أن تعود بتنفيذ مفاوضات مع جانب المعارضة، أعتقد أن الروس يتألمون، وأعتقد أنهم أصبحوا في ورطة حقيقية في الجنوب السوري. نعم، لديهم طائرات ولديهم قنابل وقذائف من كل أنواع القتل، لكنهم غير قادرين على حسم المعركة في الجنوب السوري. السبب، هناك سبب بسيط جدا، أن هذا النظام المتهالك والذي لا يقوى على يعني حسم المعركة في الجنوب السوري استدعى من الروس أن يقوموا بجولة وجولات، وهناك جولات كثيرة، واليوم ستفشل هذه الجولة لأن مطالب الروس هي ربما يخفض الروس سقف مطالبهم إلى حدود يعني ربما غير مقبولة للنظام للمعارضة، حتى هي غير مقبولة، هذا غير مقبول هذا التفاوض أصلا مع الروس، لأن الروس هم ناكسون لعهودهم. المنطقة الجنوبية كانت منطقة آمنة، كانت منطقة تخضع لمنطقة تخفيض تصعيد بطلب من أمريكا وروسيا والأردن، وكانت هذه الدول هي ضامنة لهذه المنطقة. بالأمس كانت المعارضة ترفض الشروط الروسية، هي ترك السلاح الثقيل والخفيف، إعطاء قوام بأسماء مسلحي المعارضة ومحاكمتهم. هل يمكن اعتبار أن ما حصل اليوم هو قبول المعارضة بهذه الشروط؟ لا، الأحداث أو التسريبات التي تصلون إلى هذه اللحظة لن يتم القبول بهذه الشروط أبدا، ويعني عناصر الثورة السورية وفصائلها يعني هي أثبتت منذ الأمس بأنها قادرة على صد أي معتدي، قادرة على الصمود، وقادرة على تنفيذ هجمات معاكسة واسترداد الكثير من المواقع التي حصل على النظام في الآونة الأخيرة من خلال الدعم الجوي اللامحدود ومن خلال سياسة الأرض المحروقة. هم لن يستطيعوا يعني أولا لن يستطيع الثوار الرضوخ إلى مطالب الروس، لأن الروس يعني معروف لنا يعني الكثير من الأحاديث حول الروس وحول نفسهم بهذه العهود، بالغوطة الشرقية، بريف بالغوطة الغربية، بحوض دمشق، بحمص، بحما، بحلب، كل هذه المواقع التي خذلوا فيها الروس من تصالحوا معهم. يعني الآن وهذا معروف لدى الجميع، أصبح الأسرى من عصابات الأسد هم كانوا جلهم من أبناء المناطق المصالحات. هذا يعني أن إذا تم المصالحة في الجنوب السوري سيخضع شباب الجنوب السوري إلى القتال ضد أهلهم في إدلب أو في أي مكان آخر. هذا من يعني ما يدعو أو هذا ما ينفذه الروس والنظام في مناطق المصالحات. أعتقد أن طيب يعني هل تعتقدون أن هذه المفاوضات يمكن أن تسفر ما يعني ما فيه منفعة للسوريين وللمعارضة في ظل سياسة الأرض المحروقة التي تقوم بانتهاجها قوات الأسد مدعومة من روسيا؟ يا سيد الكريم، يعني أنا أتكلم بصفتي الشخصية، لكنني أتكلم وأقول يجب على من يفاوض الروس أن لا يقبل بأي شرط من شروطهم. شروطهم هي شروط تعجيزية، شروط استسلام. روسيا تفهم وتعرف بأنها منتصرة، والنظام يعرف أنه منتصر، وبالتالي شروط المنتصر تختلف عن شروط المنهزم. هم يريدون إملاء شروط على إملاء شروطهم على الثورة السورية وعلى الجنوب السوري. لم يبقى في الثورة السورية للجنوب السوري التي انطلقت شرارة الثورة منه، وبالتالي هذه المنطقة وهذه الأرض أعتقد أنها لن تتخلى ولن تهزم باعتبارها أطلقت شعار الموت ولمن ذل. الخبير العسكري السوري العميد عبد الهادي ساري، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.